على فين يا استاذ؟ دخل الدكتور عاصم. الدكتور في الراحه. والراحه بقى تخلص امتى؟ كمان نص ساعه، بس برضه مش هينفع تقابليه النهارده، عنده مواعيد لحد نص الليل. طب ادخلي قولي له ساندي واقفه بره وعايزاك، مش هتاخد من وقتك اكتر من نص ساعه بتاعت الراحه. ايوه بس الدكتور قال لي يضحي بنص ساعه راحه بدل ما يتعب العمر كله. كتير مننا بيبصوا لباب الجواز وهم خايفين، وكتير مننا بيشوفوه بيضحكوا بسخريه، وكتير بيقفوا على عتبته وهم نفسهم فيه. لكن رغم كل ده الاسطوره بتقول ان الجواز شر لابد منه. ايوه يا بني. ساندي بره وعايزه تقابل حضرتك. وزعيها قولي لها اي حاجه. حاولت بس ما قدرتش، شكلها مش طبيعي، انا رايي تقابلها احسن. خليها تدخل. مش فاهمه ايه البرود اللي انت فيه ده؟ ده لو فرحي انا هبقى متوتره اكتر منك. منك انت اللي مجنونه. انا اللي مجنونه برضو؟ ايوه. منك. ازيك يا منى؟ مساء الخير يا انسه، مالك؟ الف مبروك، انا سمعت حضرتك النهارده بس زعلانه جدا ان احنا هنقعد شهر ما نسمعش حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك. ميرسي. انا اسفه يا انسه مالك، ثواني بس استاذن الدكتور. وانا من امتى بستنى لو عنده حد؟ بوك يا حبيبتي، ازيك يا روحي؟ ازيك يا بابا. ايه ده؟ انت عرفتي تيجي ازاي في الزحمه دي؟ ده الدنيا بره على بعضها. لا الطريق ما كانش وحش، بابا هي مين اللي كانت خارجه بتعيط دي؟ ازيك يا صافي؟ ازيك يا انكل؟ ايه ماما عامله ايه؟ كل شويه تكلمني في التليفون واقول لها انا هرجعك بنوته عندها 20 سنه وبرضه ما بتجيش. لا ماما دي نساها خالص يا انكل، عشان طول عمرها يعني متردده فمش هتاخد قرار. بابا مين اللي كانت خارجه بتعيط دي؟ يا حبيبتي دي واحده عيانه عندها مشكله في جسمها، وانا قلت لها لازم تعمل عمليه. هي مصممه انها تسيب نفسها كده وما تعملش عمليه، انا اضطريت اقول لها الراي الطبي، لو ما عملتيش عمليه هتندمي، اهي بقت شكلها كده زي ما انت شايفه. ما تشغليش بالك حبيبتي، احنا ياما بنشوف. انا عارف ان فلوسك خلصت وانت اكيد محتاجه فلوس لانك صرفتي على حاجات كتير قوي. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا بابا، والله حاسس بيا. طيب انا همشي بقى عشان الحق التمرين. باي. برضه تمرين؟ يا ملك تعالي بس. يا ملك تعالي. منى. أؤمر يا دكتور. البنت المتخلفة اللي اسمها ساندي دي جت الفرح، وأنا خايف إنها تبوظ لنا الليلة. عايزك تروحي تخليها تمشي من هنا حالاً. قولي لها إني هتفاهم معاها وتعدي عليها بعدين. أنا هطلع لملك، عايز أنزل ألاقيها مش موجودة هنا. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. من فضلكم بليز. تحية كبيرة للدكتور عزم أبو النور. أهم وأكبر دكتور تجميل في مصر والشرق الأوسط. وتحية كبيرة لعروستنا الجميلة القمر الإعلامية الكبيرة رغم سنها الصغير ملك عاصم. مين البنت دي؟ تلاقيها واحدة من صحاب ملك. أنا أول مرة أشوفها. ربنا يسعدها وتملى الفيلا للدكتور بالولاد والبنات الحلوين، وبدعيها يا رب. جوزها الاستاذ طارق يطلع زي باباها اللي معروف عنه ان العالم كله في كفه وحبه لاولاده ومراته في كفه. دلوقتي بقى اسمحوا لي اقدم لكم مفاجاه الفرح، هديتي للعروسه. يا رب بس ذوقي يعجبها. عايز واحدة
وايه اللي جبتيه ده؟ اتجننتي؟ طبعا اتجننت بس مش النهارده. اتجننت ما صدقتك. ضايقك قوي اللي انا عملته؟ طب واللي انت عملته فيا؟ مش مضايقك؟ ابوس ايدك. خلي ليلة تتعدي على خير وانا جاي لك بكره الصبح ندفع. بكره الصبح؟ عشان خاطري. ماشي يا عاصم بس خليك فاكر ان المفاجأة المرة دي كانت غنوة. يا عالم المفاجأة المرة الجاية هتبقى ايه؟ سلام مؤقت. عاصم انت فين؟ مين البنت دي؟ دي دكتوره جات اتمرنت عندي لمده اسبوعين كده، لقيتها مهمله فبشتها. الظاهر عرفت ان النهارده فرح ملك فجت عملت الشو اللي عملته ده، متصوره ان انا هرجعها. دي دكتوره دي؟ صحيت ولبست؟ ايوه وخارج كمان. خارج فين؟ انت نسيت مشوار ملك ولا ايه؟ نسيته ازاي؟ فاكره طبعا، بس هعدي على عادة الاول علشان في مريض كان عمل عمليه وحصلت له مضاعفات. هطمن عليه وهصلكم عند ملك. واللي يوصل الاول يستنى التاني عشان نطلع كلنا سوا. طب حاول ما تتاخرش. حاول انتوا ما تتاخروش. عشان انا اعرفكم كويس، على بال ما تلبسي وتصحي البي مازن يكون المغرب جه. يلا. سلام، صحيه دلوقتي عشان نكسب وقت. مازن ده عاوز موظف ياخد مرتب يصحيه كل يوم، وبرضه مش هيقدر يصحيه وهيترفض. انت بتدخني؟ بتعلم. طب عايز ايه عشان مش فاضي؟ طب قوم نتكلم في السكه، الطريق من هنا لحد ملك التجمع الخامس هياخد وقت. ملك؟ انت مالك دلوقتي ومال ملك؟ وتعرفي منين انها ساكنه في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس الحي الثاني عماره 46 الدور الثالث الشقه اللي على اليمين. انت عايزه ايه يا سندي؟ انا مش عايزه حاجه لنفسي، انا عايزه حق ابني. من حقه يلاقي ابوه جنبه يربيه زي ما ملك لقيت ابوه. هتمثلي عليا فيلم عندي. انت عارفه كويس قوي ان انا جواز مش هتجوز. هرفع عليك قضيه نسب وهجرسك في الجرايد. سكه طويله ومش مضمونه ويا عالم اخرتها هتبقى سمعتك زي السفت. عارفة الناس ما بتبصش للراجل، بتبص للست اللي بتغلط. خلاص يبقى اروح لملك واشوف لو يرضيها ان اخوها يتربى في الشارع. ساندي ابقى اروح لليلى شركة التأمين اللي بتشتغل فيها في شارع مصدق في الدقي، واقول لها قدام الشركة كلها انا حامل من جوزك، وابقى فشيت غلي منك. انت عايزة كام وتنزلي اللي في بطنك؟ وبرضو الفلوس هتفش غلك. فلوس؟ ولك فلوس الدنيا تخليني اقتل ابني يا عاصم. 100,000 جنيه كويس. انت بتحلم ولا فاكرني عبيطه؟ انا ليا حق زي ما ليلى ليها حق بالظبط. كام يعني؟ 2 مليون جنيه وده اقل كتير من حقي. انت اتجننتي؟ 2 مليون جنيه ليه؟ احسبها، هو لو اللي في بطني ده طلع ولد مش هيبقى ليه قد ملك مرتين؟ ده بعد عمر طويل طبعا يا روحي. اظن كل حاجه حصلت بينا كانت برضاكي وانت اللي كنت بتجري ورايا، ولا نسيتي؟ 48 ساعة، لو الفلوس ما كانتش عندي هتصل بيك عشان اشوف تحب نبدأ منين؟ التجمع الخامس ولا الدقي ولا الفيلا ولا عندك في العيادة ده؟ باي باي يا روحي. كام دول؟ 1,000,000 جنيه. أنا قلت 2 مليون، بتاعت حمرق. حمرق؟ بقول لك إيه؟ أنا جمعت المبلغ من كل حتة عشان أخلص منك. تيجي معانا الدكتور عشان نخلص من اللفات من دوب اكتب لك شيك بباقي المبلغ. اوعى ايدك كده، انت ما تتشرطش عليا. الريموت بتاع اللعبه في ايدي انا. انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه. مش انت. يعني ايه؟ يعني فلوسي توصلني كامله الاول وبعد كده نبقى نعمل عمليه. عايزني اجي معاك اتبنج افوق من البنج لا الاقي اللي في بطني ولا الاقي الفلوس؟ يا حبيبي انت ما تتضمنش.
وانا اضمن منين ان بترد الفلوس دي وما تعمليش العمليه وترجع تبتزيني؟ انت كمان ما تقدمهاش. ماشي، طالما بقى عم عشان مات والمعامله بقت خد وهات، هات بقى المليون دول وخلي النص التاني بعد العمليه. اظن بقى كده فير. يلا يلا هات العنوان وانا ساعه زمن هروح اقفل على الارنوب ده في عشته واجي لك على طول. اتفضلي يا ست. ادي العنوان. دكتور صاحبي شاطر جدا هيبقى ستره غطى علينا. ساعة زمن ومش عايزك تتأخر. حبيبي انا عمري تأخرت عليك. باي. مليون جنيه بالتمام والكمال. نعم عن امك، انا مش قلت لك تطلبي منه 2 مليون جنيه؟ هو ايه ما فيش سمعان كلام؟ والمصحف طلبت زي ما قلت لي، بس هو بقى خاف لاخدهم وارجع اطلب تاني. ناصح قوي ده ما كانش عايز يديني ولا مليم غير لما اعمل العمليه، بس انا بقى ايه لفيتها له قلت له هات نص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد ما اعمل العمليه. ناصحه برضه يا بت. ايوه تصدقي انتوا الاتنين لايقين على بعض موت. اديني بقى دي وانت دلوقتي هترجعي للدكتور هتنزلي المحروس وتجيبي بقيه المصلحه وتجيلي. اطلع على فين؟ لا انا لحد هنا وتمام قوي، انا خلاص رميت شريط الموبايل اللي كنت بكلمه عليها وخلصت الحكايه على كده. خلصت؟ خلصت. يعني ايه؟ يعني بارك الله فيما رزق ومروح عند الراجل ده تاني. انا مش راح. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عايزه تسيبي مليون جنيه عشان خايفه؟ ما هو يا روح ما بعدك روح، انا اشتراني لو رحت له ممكن يعمل فيها ايه؟ يا بنت يا بنت افهمي بقى، انت فاكره عاصم ده ايه؟ عصبجي؟ لا ده دكتور، يعني راس ماله اسمه وسمعته، هو عايز يخلص من المصيبه اللي انت شايلاها، يوم يخلص عليكي ويشيل مصيبه تانيه. طب افرض انا حصل لي حاجه، انت عامل ايه يا بينك؟ بينج بونج يا بنت ما تخافيش، ده الموضوع كله شك الدبوس. طب افرض انا بقى رحت عملت العمليه وبعد كده كرشني وقال لي مفيش فلوس، ساعتها بقى هيبقى ازاي الحال؟ لا هنبقى طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. حلو حلو جو سوق العبور ده. وحتى لو ده حصل يبقى انت كده في السليم، نزلت العيل في عياده محترمه وعند دكتور كبير، مش احسن ما تنزليه تحت السلم يجي لك فيروس يفرتكك؟ مين قالك اني عايزه انزله؟ نعم ياما انا صعبان عليا انزله، ده روح عايز نقتل روح؟ ده روح عايز انا اقتله. عزاء انا شامم من اول كلامك ريحه زفاره. بصي ياما شغل الحاجات والقصص دي مش هياكل معايا، انا مش عاصم. يعني يقول عليك ده انت ابوه. يلعن ابوه. بصي ياما الواد ده اخره يبقى عبد الحليم في فيلم الخطايا. انا اسف ياما انا ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ امال مين ابوه؟ لست ادري. كاوتشا انت عاد كاوتشا. يا صباح الفل يا معلم. يا صباح النور. جهز لي الشيشه وحصل لي بيها على فوق. عينيا انت يا بت انت تسمع اللي انا بقول لك عليه؟ مش عايز خوطه وانا مش هنزله، ولو جيت جنبي هروح لعاصم واقول له على كل حاجه ويبقى عليا وعلى اعدائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا نسا؟ ازيك يا حاج؟ طبعا براحه حضرتك يا فندم، بس اللون اللي انا اخترته لحضرتك كان احلى، بس ما دام حضرتك عايز اسود يبقى اسود، بس انا قلت لحضرتك من الاول الاسود ده هيتعبك بيلم وساخه ويبان في التجريح. بس سيبها براحتها يا اخي، انت هتركب الناس على مزاجك ولا ايه؟ الله ينور عليك يا حاج، شفت كلام الناس العاقلين؟ سلام سلام. اما انك حي لغيت بصحيح، هتركب الناس على كيفك ولا ايه يا ولد؟ هي حرة صحيح، ناس غاوية وجع قلب ومش عارفة مصلحتها. الحق يا فخم الحق. في ايه يا اصلا؟ انت يا في ايه؟ عمال يوم ما تشوف الاسم.